نظمت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب دورة تدريبية للطلاب بجامعة الفيوم. يأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي للمؤسسة فاليو لتدريب الطلاب على ريادة الأعمال وسبل التفكير الجيد واستخلاص الأفكار الجديدة والجيدة في المجتمع. كما يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات الطلاب في مجالات مختلفة وتأهيلهم لسوق العمل في عدد من المحاور. احنا النهارده موجودين عشان نقدر الكفاءات بتاعتنا زي العاده بتاعت مؤسسه حياه كريمه، بنقدر المتطوعين وغير المتطوعين من الكفاءات الشبابيه اللي تم اختيارهم بعنايه. احنا النهارده في محافظه الفيوم في برنامج فاليو. برنامج فاليو ده من ضمن انشطه حاجه اسمها وي سبورت عندنا في مؤسسه حياه كريمه. وي سبورت دي بتشمل العديد من الانشطه، منها المعسكرات الشبابيه والمعسكرات التدريبيه، منها معسكرات برضو ترفيهيه، منها البرنامج فاليو اللي معانا النهارده، منها الشباب، حاجات كتيره وانشطه كتيره متنوعه بتقدمها مؤسسه حياه كريمه للمتطوعين وغير المتطوعين من الكفاءات الشبابيه. حقيقة الشباب هم الحاضر والمستقبل. هو دلوقتي سوق العمل اتغير، بقى في حاجات رياده اعمال، بقى في الفريلانسر والعمل الحر، هو ده المستقبل، هو ده المستقبل ليهم وللدوله والاقتصاد. فحاجه جميله جدا والواحد بيبقى مبسوط جدا وهو وسط شباب طموح، عنده فكر، عنده افكار جديده، دايما مبتكر، بياخد فكرة سوق العمل بيتغير ازاي ويبقى ازاي يأهل نفسه ويأهل مهاراته عشان يبقى مناسب لسوق العمل ده. أجمل حاجة في الدنيا طبعا ان احنا نطور في المورد البشري اللي عندنا، يعني وده تزامنا مع كل المبادرات الرئاسية. فكان هدفنا النهاردة ان احنا لقائنا معهم ما يكونش بس معتمد على انه يبقى جانب تحفيزي، لا، بنتكلم على جاهزية العمل، ازاي انه يقدر يسوق نفسه لسوق العمل قدام، ازاي انه هو يجتاز المقابلات الشخصية، وازاي انه يقدر يعبر عن نفسه، وازاي انه يقدر يتعرف على نقاط القوة والضعف اللي عنده ويشتغل عليها. فكرة ان البني ادم يطور الجانب الشخصي عنده والمورد بتاعه البشري، دي حاجة اكيد هتأهله انه يقدر يحصل على فرصة عمل جيدة، وده اللي هينعكس على الدولة في الاخر. احنا عايزين جيل قوي، جيل قادر عنده استعداد انه يعمل اي حاجة عشان يقدر يدينا مكتسبات للبلد ويقدر كمان يحافظ على مكتسبات البلد الموجودة النهاردة. البرنامج من اسمه بيضيف لنا قيمة كبيرة، اضاف لنا قيمة كبيرة، فرق كبير ما بين الشخصية اللي دخلت والشخصية دلوقتي، خصوصا ان احنا لسه في ثالث يوم كمان ما كملناش. البرنامج هو مش بس تدريب على مهارات او اعداد شخصيه للخوض في سوق العمل، لا، هو كمان ابحار واستكشاف للذات. فطبعا شكرا حياه كريمه على التنظيم والمجهود المبذول، وشكرا الاكاديميه الوطنيه للتدريب على المجهود الجبار المبذول تقديم حاجه بالشكل ده. البرنامج افادني حاجات كتيره قوي، مهارات كتير وتطوير الذات. مبسوطه اكتر لان النهارده مش اول يوم في البرنامج، لا، ده ثالث يوم. احنا من اول يوم كان في شغل كتير قوي وانبسطنا منه. كنا خدنا اول محاضره تخطيط، تاني محاضره تواصل فعال، تالت محاضره واللي هي النهارده، وكانت مميزه جدا وحلوه قوي رياده الاعمال، ودي افادتني قوي في ان انا ادير مشروع وغيره وغيره، وان انا اقدر اخد افكار اكتر. احنا استفدنا جدا على مدار الايام اللي فاتت، وان شاء الله هنقدر نستفيد في اليومين الجايين. احنا طبعا على الايام اللي فاتت دي وبالنهارده احنا استفدنا جدا في اول حاجه في ازاي انا اقدر اعمل عمل حر، ازاي نبدا اخطط ليه واقدر ان انا اقدم افكار، اقدر ازاي ان انا انميها مع واحده واحده، اقدر ازاي ان انا اقود فرقه عمل، اقدر ازاي ان انا اعمل تواصل فعال مع البيئات المختلفه، مع الناس اللي حواليا. احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي، اتعلمنا من البرنامج ازاي ان احنا نخطط لاهدافنا، ازاي نكون اصحاب عمل حر، اتعلمنا ازاي نكون رائد اعمال كويس، ازاي افيد بلدي، ازاي افيد نفسي. تمام، البرنامج بجد الاكاديميه وفرت لنا متدربين باعلى جوده واعلى كفاءه، بجد الاستفادة كانت كبيرة قوي.